بنيت لتكون الأفضل والأكبر في مصر وإفريقيا، صممت لتكون ضمن المحطات الذكية بإمكانياتها، أنشئت بطابع فرعوني. إنها محطة قطارات السكة الحديد ببشتيل. من هنا ستنطلق صافرة تحذير القطارات لتعلن مولد أكبر وأحدث محطة قطارات في مصر، محطة قطارات بشتيل. كيف حولت وزارة النقل أرض فضاء مهملة إلى أكبر محطة في مصر لتكون محط أنظار الكثير في مصر والعالم؟ بدأت الوزارة في تنفيذ إنشاء محطة قطارات صعيد مصر بمحافظة الجيزة، والتي صممت بأحدث الطرازات الفنية لاستقبال المصريين والأجانب المتجهين إلى الأقصر وأسوان. يتكون مبنى المحطة من 6 أرصفة، منها 4 أرصفة للقطارات المنتهية رحلتها بوصولها للمحطة، والباقي للقطارات التي تستكمل رحلتها حتى محافظات الوجه البحري. لم تقتصر أعمال المحطة على قطارات الصعيد فقط، بل ستشمل قطارات المناشي من خلال إنشاء 3 أرصفة لقطارات المناشي إلى جانب خط البضائع الإسكندرية المناشي أسوان، وبلغت أطوال السكك بالمحطة 22 كيلومتر. أما عن الخدمات داخل المحطة، فتم تخصيص الطابق الأول والثاني ليكون مول متكامل، فضلاً عن أماكن إدارية خاصة بالعاملين بالمحطة. أما عن منافذ حجز تذاكر المحطة، وفرت وزارة النقل 48 منفذاً لبيع التذاكر. ولم ينتهي الأمر عند هذا الحد، بل شملت المحطة إنشاء مجموعة من الورش الفنية من خلال 12 سكة لتجهيز عربات القطارات قبل انطلاق الرحلة، إلى جانب إنشاء ورشة مخصصة لصيانة الجرارات تحتوي على 6 سكك. ولتجنب الزحام، تم تنفيذ عدد من الأنفاق المخصصة للسيارات وللمشاة باتجاه شارع السودان. وهنا يتساءل الكثير، كيف لمحطة قطارات أن تكون ذكية؟ والإجابة من خلال تواجد شاشات إرشادية للركاب، وبوابات وتذاكر إلكترونية، وماكينات TVM لحجز التذاكر ذاتياً، فضلاً عن وجود كاميرات مراقبة. أما عن راحة الركاب والاستمتاع داخل المحطة، فستكون الأرصفة مكيفة الهواء مع توفير خدمة واي فاي بالمجان. وتقع محطة قطارات بشتيل بين محطة القاهرة برمسيس ومحطة الجيزة، ويمكن الوصول إليها من خلال وسائل النقل الجماعية، ومنها الخط 3 لمترو الأنفاق ومونوريل 6 أكتوبر، وكذلك خطوط الأتوبيسات الترددية BRT. كما يتم ربط المحطة ب4 محاور رئيسية تسهل نقل الحركة منها وإليها، وهي محور ترعة الزمر، ومحور شارع السودان، ومحور أحمد عرابي وشارع المطار، ومحور 26 يوليو. وتبلغ الطاقة الاستيعابية للركاب بالمحطة 170,000 راكب يوميا. كما وفرت المحطة فرص عمل بلغت حوالي 3500 فرصة عمل بصفة مباشرة وغير مباشرة، ومن المتوقع زيادتها في فترة ذروة العمل بالمشروع إلى 7000 فرصة عمل.